مسافة بعيد يعني. صحيح، وخاصة أن يعني غالية أن فتاتين خطفوا من مدينة جدة من أمام بيت أهلهم، يعني كان الموضوع جدا حساس جدا سيء، في يعني هدية للعيد سيئة كانت للأهل. صح، من أول يوم عيد بدأ يعني الواحد يبغى ينبسط يكون في العيد، بس يسروا شيء زي كده ما يقدر أصلا. صحيح، يكون سعيد. احنا طبعا عشان نطمن عليهم ونقول الحمد لله على سلامتهم، الوالد الفتاتين سماح وأريام معانا على الخط. سيد مساري، مساء الخير. سيد مساري فصل الخط، أكيد حنرجع نكلمه مرة ثانية. طبعا هو اللي حصل يعني باختصار فتاتين 16 و12 سنة من قدام بيت أهلهم، وأختهم الثالثة كانت تتراقب، يعني هذا حسب ما انطرح الخبر إعلاميا، كانت تتراقبهم وانخطفوا من قدام بيت أهلهم لأربعة أيام. هو كان شكله شيء مدبر، لأنه جو اثنين في فان لابسين ماسكات وأخذوهم، يعني ما كانوا عارفين، وكانوا يعرفوا روتينهم يعني إن هم نازلين عند ينظفوا البيت ونازلين تحت، فكيف عرفوا مثلا هم متى نازلين؟ يعني كمان اليوم طبعا هم رجعوا اليوم الساعة 11 ظهرا، أيوة رجعوا على بيت أهاليهم، الحمد لله، ألف الحمد لله على سلامتهم. لكن المزعج إنه في 4 أيام أم قاعدة خايفة على بناتها، طبعا وأب كمان ما هو عارف كيف يتصرف. الدوريات الحمد لله والأمن كان ممتاز بحيث يتعاون. الرسالة اللي وصلتهم من رقم دولي هم ما هم عارفين فين يبلغون فيه عن مكان وجود الفتاتين، يعني كان كلها أشياء شوية مزعجة في فترة عيد اللي هي الناس تفرح فيها. أيوة أكثر صح صحيح. يعني ألف الحمد لله على سلامتهم. سيد مساري أهلا بك. سيد مساري انت الو. معانا على الهواء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اذا سمحت لي وطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. ايوه ممكن توطي صوت التلفزيون. الحمد لله على سلامة سماح واريام. الله يسلمك. ما عندي تلفزيون. ما يخالف، احنا عندنا تلفزيون. طيب طال عمرك خلنا اقول لك، الان طبعا رجعوا الفتاتين الف الحمد لله على السلامة يعني للبيت بعد 4 ايام، ايش اللي حصل بالضبط؟ طبعا الاعلام كتب كثير وناس كثير قلقت، السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي كان متفاعل كثير مع القضية، ايش اللي حصل للبنات؟ الحمد لله والله البنات حصل لهم خطف من عند البيت. نعم. نازلين يوم العيد الساعة 5 العصر ماخذين كيس النفاية ورايحين يرمونه، جو لهم شباب 3 خطفوه من عند الباب. 3 شباب، الأمن هو اللي حدد أو كان في يعني أحد شاهد عيان؟ خوات أختهم اللي شافتهم ولا كيف؟ شافتهم أخت صغيرة لهم، كانت واقفة في الشباك فوق في النافذة. نعم. لما شافتهم هذا خواتها صرخت وصحت امها وصحوا لي، فقال ندور ما زال. على طول رحت بلغت الشرطه، جلس يوم من ليله الجمعه والسبت ولا احد ولا اثنين ولا جاني منهم شيء. فجاني واحد من لايه بحره اعلامي، سوينا نشرنا الخبر له وصور البنت ونشرناها، والحمد لله من فضلك ما اخذ حتى 6 ساعات وحصلت براءتي. ألف حمد لله على سلامتهم. الحمد لله على سلامتهم أخ مساري، بس كيف كان إحساسكم في ذي الأربع أيام؟ الفضل لله سبحانه ثم لا سعود الرب. كيف كان إحساسكم في هذه الأربع أيام؟ والله إحساسي أرد نفسي بالقوة بانتحر. لا سلامتك. والله من جد، وكل ما الواحد ما يقدر يشيل نفسه يمشي، كل حاجة تهز البدن تهز المشاعر. أكيد أكيد. هزت الدولة كلها، هزت الأمن كلها، يعني إحنا كلكم سواء إعلاميا وأمنيا كلنا معكم. هزت العالم كله. صحيح صحيح، لأن ما هي قضية بسيطة أولا. والله يعني ما هي قضية بسيطة، خطف بنتين. حتى خطف بنت واحدة تهز البدن وتهز الدنيا كلها. طبعا. طب عرفتوا مين خطفوهم؟ ما؟ عرفتوا مين خطفهم؟ في أي معلومات عن خاطفين؟ لا لا ما عرفت الخاطف. لسه. بس ما زال إلى الآن التحقيق مستمر مساري؟ التحقيق مستمر والبحث والتحري والشرطة يدورون بعدهم. طيب البنات تحقق معهم مثلا، سألوهم إيش اللي حصل، إيش هل شافوا شيء، عرفوا شيء من الخاطفين أو أي معلومات عنهم؟ حققوا مع البنات، والبنات برضو كلموني وقالوا اللي خاطفينهم. نعم. يقولون ما هم نفس البنات ذول اللي احنا نبغاهم، احنا اخذنا البنات ذول غلط. أتأكدت أن نفسية البنات بخير؟ سويتوا لهم فحص وكل حاجة؟ لا الحمد لله نفسيتهم طيبة، بس أنا تعبان شوية عشان السهر من يوم الجمعة سهرانين، لأنهم خايفين بين وحوش. أكيد أكيد، يعني بنات صغيرات في السن، بين أذياب بشرية.
الله يحميهم دائما ويحمي جميع البنات الله يعني. والمسلمين. الحمد لله الله الحمد لله على سلامتهم اخ مساري، احنا دائما معكم اعلاميا اكيد. الله يحفظهم ويحفظهم ويرجعوا لي سالمين وغانمين. الحمد لله على سلامتهم الوالده. شكرا لك يا اخ مساري على وجودك معنا. طبعا ما زال عندنا في حلقه الليله أكيد. الكثير من الموضوعات، ولكن بعد الفاصل.